السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل لكم وراك الفراخ المحشيه حمام كداب. انا حاشيه طبعا، مخليه الورك قدامكم قبل كده معاكم. معايا كوبايه ونص رز مغسول ومتصفي، ومعايا البهارات بتاعتنا: فلفل اسود، معلقه ملح، 7 بهارات، كوبايه صيني، ورق لور، ومعايا هنا 3 كبد أو 4 متقطعين مكعبات كده. معايا البصل بتاعنا اهوت، ونروح على النار بقى ان شاء الله. كده نحط البصل بتاعنا. معايا معلقة زبدة ومعلقة زيت. انا خاليه معاكم الورق الفراخ قبل كده، ارجعوا لها تاني ان شاء الله هتلاقوها في الفيديوهات بتاعتي، وجربوها وشوفوها ان شاء الله هتعجبكم الطريقه باذن الله. هنشوف هنعمل مع بعض. معنا البصل اهوت، وعليه رشه ملح ورشه فلفل. طبعا هنسكر البصل شويه ونحط عليه الكبد. تاخد تشويحه وتحط النقط في هذا الشوح معاه. دي الطريقه بتاعت حشي الحمام او الحمام الكبد. البرجر كفايه قوي، انا بحب احمر شويه. الكبده هي اتشوحتها ونقلتها عشان ما تتهرش مني. هزود الرز بقى يا دوبك. هحطها هنا يا دوبك كده، يبقى مسكت بس معايا كده. بعد ما يستوي انا عرفت احطها له معايا نص معلقه قرفه. يستوي الجبنه ويبرد ونبدا نحشي الحمام ان شاء الله. مش حبايبي، يا حبايبي سويت البصل 3/4 سم، وحطيت عليه بعد ما خلص ما نزلته، حطيت عليه الكبد بتاعتنا عشان ما تنهرش. هبدا بقى الوراك ديت. انا تبلت ملح وفلفل و7 بهارات وحبه قرفه عشان تبقى متبله وطعمها حلو. هبدا اخد كده، بسم الله كده ادخل جوه، ومع بعدين ما املهاش قوي. دخلت كده كأنها الرقبة بتاعت الحمام. ممكن ادخل كده مش حبيبي. ما تحطش يما عشان ده الرز هيستوي معانا تاني. نبدأ بقى نلم كده ونلم كده. انا حطيت على ورقة زبدة على ورقة فويل، وحطيت عازل بينهم اللي هي الورقة بقى الورقة بتاعت ممكن عشان عشان الشكل بتاعه يبقى متناسق كده وحلو. ممكن بخيلة سنان كده اقفل. الرز معانا شويه عشان نقفل، نحاول على قد ما نقدر نلم. كده كده احنا هنحطه في الورقه هيلم بعض برضه.
بالورقة كده عشان الرز ما يطلعش بره. انا معايا ميه سخنه على البوتاجاز بتغلي واحط فيها التوابل. كمان مع بعض واحده كمان اللي جاهزه معايا اهي. دخلنا الرز كده معانا ونبدأ بقى نلم كده بالكبد بتاعنا. لو مفيش خل حاولي تلميه كده على بعضه وتحطيه في الفويل هيبقى حلو ان شاء الله. برضه كده الفنايات كلها لازم بقى كده اللي من المياه على الطماطم. نبدأ برضه نحطوش الحتة اللي قعدت فيها نحطها كده ولميت الفلفل عليها. أقفلها كويس من ناحية ومن ناحية. الشوربه ديت ما تنشفش وتنكب لان الفويل ضرر على الصحه. هسيبه بقى يغلي ويستوي مع بعض وما بياخدش وقت حوالي نص ساعه كتير خالص. واطلعه احمره واوريكم ان شاء الله. ان عندك طريقتين للتحمير، يا تحمريه بالزيت بحته سمنه سوطه زيت ومعلقه سمنه، يا تحمريه تديله فرشه كده صلصه وتحطه في الفرن. هنشوف احنا هنعمل فيها. ورجعت لكم تاني يا حبايبي بعد ما الحمام الكذاب استوى. هو يا دوبك حطيته في الميه نص ساعه وطلعته وفكيته وحطيته في الفرن دهنت وشه بالفرشه كده بمعلقه صلصه ومعلقه زيت وحبه فلفل وحبه بهار وحطيته على تحت الشوايه كده اهو يا حبايبي. ودلوقتي بتاع اللي فايض منه اهوت سويته بالكبد بتاعته كمان شويه، يعني كان ما كانش مستوي وسويته شويه، حطيت له شويه ميه سخنين وسويته وبقى يتاكل بالمنظر معانا الجميل ده يا حبايبي. انا عجبتكم الوصفه بتاعت النهارده ما تنسوناش في اللايك ودعواتكم الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.